بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وائد السلامي دمانتين 10 minute كوران سو قلايان هاي okay. and first of all وحاربا إن والدين تا وحاوسو قل الريزن كاسا عادة وصو قل وحيتا هاي إنا كو إراد والدين تا عاد باقو معت سنتهين شقفي عنا قبتين and والله عاد باقو فرحي فرحت ديدنا شلي يعني فرحت لسوكو بكرماء هن مركان فيري والدينتي المية أن فيري مركان بالله فيدباك أهانا وصوغل يعني إنا أن والدين تسيو إقرار لهذا دتك أن ولي والدك أن نقنين and especially دتك وحان لها لها لندن كنول أما يوروب أما أمريكا and I think أنو إن قسايا فكرة ذا إيو وحي... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد عمر وما حسنتي فكرنا عن كهلا وحيالا عن كهلا وإذا قصي هدا ودنا قرب كنا شهي هدا أولاد لي ذا هي أم سومالي حتى جوك ملك استو أدونك أكون شهي and كوفرت وحربا إن الله هاد بقى مع سنتين الله نأنكم هذه سبحانه وتعالى وإيفود ذي الحمد لله الله سبحانه وتعالى إيفود ذي ويعني واحد بقى أنا تسنين لوضع سمالين جمعها هي سبت ذا or full day ahead or 10 below when they say illa it the matis marakte 6 p.m. or UK and that ki igala so qayb galana marakte ayagana ilaahay ajra ka siyo and in a marakte ila caawiyan oo team aad wanaagsan ahaayeen ilmaha masha allah ilmaha oo dhan waxay ahaayeen ilma aqli badan ilma raba in marakte noloshooda ay bedelaan ilma raba in ay dadaalaan كو وحا إذن سينا هرت فيدباك وغو هريك بعدين وحا روا وحير والدين تينا لها دلو إن ووالدين تن إقصيص عني نفس دي دحيتا وانا إسك ساريني المهن ما انتو حقبا هيهين وحيا لبادن أو كوريكشن أه إن ياس نمبر ون أكشن أنا قاذي كرينا قادني فعل آد ياد مهيم واه أني قنو الله سبحانه وتعالى يودوي هديا يوي دي سيد بالكهر أما لو بالكهر رأيي جالس يقوم يجرين وحيوجرت المهيج كلية وحبر مسكح ذي إذا ما عرفت مسي قل جرين لكن مركز تونيد وحق شنجر وحد يجري واقف الماء ما عرفت وحد يرجل أنت أسمين يسيد وحول بقيت كأساس وكسب بلاضة حتي كور أذو المير أهل وجب بلاوي لها أذو ما عرفت إيش كالماء هاي يجرين أنا وجره حدي عم بلاوي لها إن ما عرفت and self esteem kay wuu dhismo in confident ayasho in aan maareeytay adkay goosan karo waxa soo dhana ku fikir jiray laakiin haddii ya safe garan karna awlaada haysano awlaad Allah subhanahu wa ta'ala nagu irsaaqay ilaahay wuxuu nooga dhigay masuuliyad ilmaha maareeytay garasho ma lahan waxa u leh aqliga waa anaga alxamdulillaah horto aad horto ugu mahad celina Allah والدين تنوح إذن الله هرت والدان المه ما شاء الله والد داشين حق الدين تا وحق الد داشين ما رحتي حق أرجوذ وحق استوى ما شاء الله المه نسوا مالد والن برون ولما أركن المه نسوا مالد وليتو عقلي هدي له وحول بو الله واسينا كما هجرنا وحر وحير أو استراكتشر إناسي سدح تيبسة سدح ذات تيبنا إذن لو ذاقو إن في عنتها هي هدية كده قنتيد إن ما رحت إيه وحكا عن في عدونتو تبقى كواد إن أهو بسيد الم هذا إن أسي سيد رول أي كده قمان أو استراكشر أو سمي سيد وح ما رحت أما ديرجلين أو كده ديرجلس إن ما ديرجلين كم هو ده سوري استراكت إن أسي سيد أو وحي وددي إقاد الهاين إن أدي تستيد وددي إمر الهاين إن أدي مسؤولية ده قاد ما هن إنه عنق مسؤول كيس قاعدة صوبته أه هاد هو حلقة يا بقى المها إن ما رحت سكول ك أيكو جارين سكندري سكول أو حد أنا جي سي إس إي اسمينا أو أما جي سي إس إي كهر وحو حد جرفة أوبشن له وأدي له ده المهي ما رحت صوت دور سو المها ما كنت ديني سأل له عنق أذيك الدور وحفيجر كأذي الهد مس أذيك استراكشن إنه قناعي أو نهايو وده أنا كوف يعني صوبته المهي ما جرنا عقلي وينا ولي مجارين oo ku dooran laha wuxuu noqon laha mistake aan sameeyna waalidiinta qaar waxay na cunugeegi ina freedom siiyo cunugeega ma aragtay ina saaxiib la noqdo yaa saaxiib la noqdo laakiin ina boundary siisid way
صاحب كاس قالن قني سلقوم دي دنوال نمبر 1 الما عقلي وحا اديسو لكن باوندري اه انه اديق استراكشن كا اسمس او كا قادن كرعنو كاس اي دايركشن كا صوبت عقلي استراكشن كاس كو قادن لا اي دايركشن وودد اسكو مري لها ولي ما غارين ما هن انا اسي اديسد اتراد بح ادي اوبشن كا ادي دورو مش ادي كو فيعن ادي دورو اني وحي الى تاي تاس خوغا قلد اه صوبت ادو عنق نيد ودسايو اد دايركشن كان سين كرتا so always number 1 waxaan ka hadlay cunugaaga directionka uu qaadi laha adiga ina go'aan ka maareeyo oo tustid oo adiga u doortid cunugaaga directionka fiicna taas number 1 number 2 ilmahaaga ku dhirigeli inay go'aan gaaraan inta yar yihiin in go'aankooda ay maareeyo ay go'aan fiican u noqdo ay gaaraan bar inay noqdaan masuuliyad مسؤوليه نمبر 1 وحا كدي كرو اكو اكو تو سيكرتا وان اكزامبل ان كوسينا مركي قلت سميان او اكو حناقدي مال فريسي كون فريسي وحتى هذا كل ما هاد لا الا قلت كاغ اسو سحد جيس كاس اي فريسان لا الا هادين صوبتو قلدا غشي عنقي مركو ماشي سو فدي وسو لابتوب وحتى راهدا وحاربا ان اي شرحديد قلت كي اسميسي ادو مسؤوليه دي قادايو ماشي ما عرفت قالت كاس اني ما عرفت حناق و اجا حناجي what do you think و حكا حناق المي سؤال انا و يدي سدوا المانا ما شاء الله و انتليجن مركا لها ذا شيد عقل و ذي كو شيغا يعني يوحي الدريمين ماشي اديه ليد قالت كا اذيق الشي فيريا عونك ساري ليد قالت كا شي قالت كا اديه ليد و حتى راح ذا سي ام ليسا و حا اني اجا حناجي انا اذي كونا هسكو فريسيو فيريا هذا الكوكل يعني يمشي كذي لعنق قلدنا تعنق مضح هذا جات عنق كناته لكن مد كلي ونيد ونسكرتو حتى هاي وعقلي يسن وقانك وجارك ليك روح سمي وح قلدنا أهين وحاول مركز تراهدي محا أم ليسا ريزن كحق كوفريسي محا أم ليسا وح أني إج حناجي وحوي يهاي عنق فير أوبشن أساسي سؤال ويديسي مسكح ديسو كنا قنا مركز مسكحدي سمركو كون قد سؤاش اسا اسويديي جوابتي دو حكسينا يا because وحا هلكاس اي فريسيسي فيري مسوليد دو قادنا وحنكو دا كتنك انو responsible اساقيا هاي قلتك او قلي جوابتي وكسين لاها وحا هلكاس اي فريسيسي سببتو اه قلتكاس اي قلتكاس اسميي تاسا اي جيستي تاسن الما وحي افضو ديسا وحين برتا ودد اي مسؤول كو قادي لهايين ايغو ير يرانتي كو بلاوان تاسن والدين تماركت وحن كو ديري قلينا ان المهود اي كو ديري قليان ان اي ماركت قوان اي قاران اي ماركت مسؤول اي كو نقضان قوان كي قاران تبك سدحاد ايغان الرالي نقضا انجلش اهان ايغو قرية مركة وانا مركة ستو اف صومالي انكو شايغو الما هادو حاقول هذا شا هذا لما عرفتي وأديك عادن أفكار أمريكا كسو بحنيسد عادن أقورين وهذا لما نرح ما نرفي عنه وأنا أكتهي إن كي لمبر ون المها أي بارسنال أقعتان أو سيلف استيم كود دلو إنه يحي هذا لذا المها هذا لذا نيجاتيف كأقول هذا المها هذا لذا ما عرفت أنه عنقان إنكار وقبع عنقان عنقان ما عرفت واسان عنقان واسان ما أهن لبضع صور شيء جميت كهري هدي عنو جاي قاعد لنا سيسي أو أدستركت أذيق إنه قتمش ومر لها مد لبعض مسؤولية ما رحت أد كل دير جلس إنه عنو جس قان يشو ومسؤولين وقاضو سد حد أد كإلى لسيد هذا لذا أكله لسيد المها هذا لذا ما عرفتي وحمر كي قلت جلنا أو سوف أو سوف استيم كود هوس وديسايو وحاوي هذا الله أفكارك صوبه المهم أنا ما شاء الله كونفيدن مكم قناة المهم ركيت لشان فرحد كونفيدن وحول بيوتان لكن قلت كوالي وحاله أنا جالس كله وحاقول له إن هاي عنق مركو مانتي وحق صوباس وحق صدعه well done لكن هدو وحق دعه أنا كل ما حد لا يوحي great كاكار ما كان نكور كنت سو عنق لو نيد وكرنتي نيد يسكول كنو كسر انتي أذي والدك هان نيدك الدشين أذي والدك هان وقف قد دريمة إنا جعشة هاي
قفكو إسليه قفك أنا أنا جمارتي والد كي إسكولكي وحنيدك شكرا معلمين تان they don't care about you مكو كل جعلة لكن والدك والدك هوست سوكشن لها المها نوجاذا والدين تعقلي والدم هذا المها الغد ولا أب والدم هذا ويكاك ليفر جريسيهم وحنو كو كورن سيستم إن جعلة تسيو إن لون حريستو لكن سيستم كاس أنجا أجوهرين إسلام كاس كله إسلام كله سوقات دين تين إسلام كي كجرتا إن المها تسيسيد نحريس إن المها تسيسيد جعل إن تسيسيد ودواشو وهوست أنك معرفت أن سوء دويسنو عنو جمرك وقلت قلو محمس كحد المها كوب إيو وحا كوب إيو مركا فيدباك سيسيد مركا فيدباك ومسكح دي سؤال سيسا سيسيد إف سيد كمركا واح عاد سميني سيد كمشو بي سيد واح قلدو وحارتا واح وناكس إنو كور دالو عنو جاس وح مسكح دي سؤال قلو أو حا أغاتا بري كاسا كسو بحايا مركا وحا أودها يا حاد إيري بارك تكي قدب كيغي سدحاد ما نرفي عن كلا هذا الإلمها ما نرفي عن وح أغو ينواي عنو جمركا واح كسو دعو كحي دوكان كي واح في عنو سؤيبي وحا كتر هذا يس What's good day in a dashit? What has a mess well done? You tried. Wihi was good day. One garrisa, inshallah. Love for iso. Wihi meshu kakal day at that oak. Like I don't need the kissy dish. I saw a school can need the kissy delay. Or at rather tuition of Kugena at school ticketed at rather Unugay the meanwhile, Unugay of Kuhosea Hisapta, Unugay Kanukuhosea, Marakti, Wahuyakan, Malahan, Malamino Igapta. عنو جي مسكح دي ساد دي شي لكو حارتا سيستم كو سكولك إنا دا ماري تكورا لقلسيد سيستم كو سكولك إنا كو وحيسيد You never know شقاداس إنو بري آدي دونو وحا إسلاي دها إنو كو برتو إنو واح أسايو أم بعد دوني إن كل إنو يموقي لكن ماشي كلير أو مرايد داها كدشي مرايد داسن إلما وحا كدلو أو لمبر ونا إي بارسنال أقاتان مركي لوذي والد كإمادان مركي هو يدي آبا إي كإمادان وحاس أما قفك هاي أو كإمادو إي وحي أقاتان بارسنال وحن وقادنا نيدي وحي قشتين جعل وعذيو ميل جعل نيدي قشتين وحادنا وحي لقوقو لهو قف وينا تواس أتكين كرتا لكي المي عقدة دي قادن عقدة دي لوينا دي عقدة دي كوكورين مركو والا ليا أنو نكسي ديرانينين والدين تو أني أن كميد أهي أن سكود دينو إن سيدا دين إسلام كإنو شيغيس إن المهن كلا دقنو إن المهن أن كلا دقنو ما نرأه waxa wanaag aan ognahay sababta wanaag ayaga ma oga man isan gaarin in anaga maareekta ku soo jiidno oo ku dhirigelino wadada fiican aadan ugu faraxsan ilmaheena maareekta in istaagaan dada waxay ku leeyihiin oo ilmaha ma u baahna maareekta in motivation ilmaheena anaga waweynayaan soo helin way u baahan yihiin wallahi way u baahan yihiin waxaan ugu baahan yihiin dhirigelin oo sababta waxaan ogaanayaan in isu fiijirkood isan wax qaldan u arkin personal development wax badan uu ka dhisaa wallahi wax weyn uu ka dhisaa inaad imagine green kirin ilmahaas in dhawda ka arki markaa wii diishal interview aan ka qaaday one by one qaarana soo duubina jiro aan la fariista aan la sheekeystay aan ku iri what do you think in a garden cunug kasto wuxuu la soo baxay ma sha Allah wax aniga maskaxdeeda soo gali karin ilaahay subhanahu wa ta'ala u ziyadiyo aqliga ku jiro waxa ku jiro passionada ku jiro laakiin ya passionate kas kurin kara adiga waalidka kurin kara ya hoos u dhigi kara adiga waalidka hoos u dhigi kara cid kale hoos u dhigi karta malahan adiga u gaabin karo adiga u dheereyn karo laakiin hadalada aad kula hadlaysid ilmahaaga wanaaji hadalada ka ilaali ee qalad markay galaan oo hebala qalad la hebala qalad aad dhisid boundary na yell ilmahaaga ha dhihin friends sal ahay oo maanta dhan cunugi ID kale u arifted friends yes be friend لكن show them boundary in a adiga boss tahay adiga na dictator aan noqonin in adiga masuul ka tahay oo aad dhahaysid meesha aan fariisay inaan ku dhigir inaan fariistid ana ku dhalay in dareemi karaan at the same time na abri kartid instruction ka ii wadada ay qaadi lahayeen marka walaalay aad u maasantihiin and announcement kala raba inaan sameeyo hadii waalidiin aad tihiin oo London joogo een waxa soo qoray bejkayga aan soo gali in aan sameyn doono 20 May ilmaha waxa aan u sameeyay oo kala ah oo laakiin hal maalin workshop oo waalidiinta aan ku tababari doono maareeyay self development especially maareeyay cabsida inay ka baxdo
in wax barashada ay maaragtay in ay u arkaan wax fiican, in noloshooda ay horumarsan karaan, in kalsoonidooda oo korto, in haddii luuqadda ku adag tahay kalsoonidooda maaragtay ay cabsida inay stage istaagaan ee ma dhahay ani banaan ka hadla, laakiin exactly waali waxay ilmaha u baahayn. I've realized marka hore waxaa iri safiyo meesha ilmaha ka bilowday inaa waalidiinta ka bilaaba ahayd, ka bacdina ilmaha ku xujiyo, laakiin labadoodii inaa isku wada rabaa, maadaama hadda ilmihii aan sameeyey waxaa niyadeeda soo gashay in waalidiintani u baahan yihiin. Oo awal waxaan ka dhigay 20 bisha oo hadda soo dhaweeyey, waxaana ka dhigay 7 bisha May hadduu Ilaahay idmo. Waxaa naga xigay waqti badan ma aan 7 bisha May ilaa waxaan qaadanayaa waalidiin xoogaa ah. Marka waxaa idin dhihi lahaa insha allah contact ila soo sameeya lambarkayga meeshuu ku jiraa. Hal maalin waaye wax nin ahna ma bari doono, dumar waaye dumar oo gabdho muslin ah iyo aniga maaragtay aan tababar ka siin doona hadduu Ilaahay idmo. Waxayna noqon doontaa around London either Stratford ama Baker Street. Aadan u mahadsantihiin, jazakumullah khairan. This is girl so good. Jazakumullah khair walaalayaal, aadan u mahadsantihiin. Ilana soo xariira hadduu Ilaahay idmo, haddii maaragta waalidiin oo hooyooyin ku jiro, haddaadan waalid ahayn xitaa isbeta inaa hadda bilaawdid, in hadda maaragta kalsoonidaada inaad sii buuxisid, inaad maaragta sii baratid waalidnimada. maaragtay wixii ilmihiina waxaaba waxay wax ka bartaan waxay ku daydaan waa waalidka. Waalidka ilmaha hadday kaa arkaan inaad dhaqaaqaysid, shalay hadda markuu Ayuub hadlayay haddaa fiirsateen dadka ku jira aheedeen, wuu qirtay. Wuxuu dhahay ilmihii markuu meesha soo istaagay isagoo cabsi la-aan oo ilmihii la hadlay, su-aalihii la weydiiyey, hadalladu uu ku bilaabay waxay ahayd, ma rabin ani markaygii hore inaan waxaan sameeyey, hooyaday ay soo jiiday, hooyaday ay soo riixday oo halkaa ay keentay. waa fiiri markaasuu dhahay farta inta gacanta isoo jiida ay keenta anuu rabin. Waana ogahay, waana xasuustaa sanad iyo xoogaa ay ahayd ka hor anaa riixay muusan rabin, lacagtaan ka bixiyay meesha markaa iraahdo hooyo waa ku geynaa maalmo ka hor. Markasta niyadu bedel jir, maxay ii taree waxaan, maxaa ku falaa waxaan. Waxaana ogaa inaa struggle maraysin waalid hadaa tihiin, sababtoo ani waa soo maray, waa iga diiday, wuxuu dhihi jiray maxay ii taree hooyo ani waa yarahay, hooyo ani waxaan layguma talagelin, waxaan waa dadka waaweyn. Waxaan mar kasta ka dhaadhicin jiray, waxaa dhihi jiray dadka waaweyn way yihiin, laakiin dadka waaweyn keliya looguma talagelin yaraantaada inaa mas-uuliyad ka bilaadid waay. Buugaag xitaa waxaa jira ilmaha ay ku bartaan sida money management, sida lacagta loo manage gareeyo, taasna mas-uuliyadda ilaa ilmaha hadduuba ageka uu 5 dhaafo cunugii inuu barto waa money management, inuu barto nolosha, inuu barto wax walbo. Waxay ugu qaadatay 3 maalin in Ayuub jiido oo meesha ku geeyo. Markuu meesha tegin again shalina wuu ka sheegay, wuxuu dhahay hooyada isoo jiida, hooyada meesha ay keenta aniga diyaar ma ahayn. Laakiin uu dhahay habeenka maalinkaas markaan sameeyey tababarka aan guriga tegey, isla markii Facebook live aan sameeyey, waxaa u sameeyey dhow waxaa dareemay passion, waxaa laga hadlay wixii hooyo ii sheegaysay inay run tahay. Maxaa keenaa marka struggle waa arki doontaa waalid haddaa tahay, dhib waa la kulmi doontaa, wixii ku dhihi doonaan ani ma rabi, ani maxaa meeshaan ii keentay, maxaa ani ku falaa. Laakiin goormaa ku bilaabi kartaa? Markay yaryihiin ku bilaaw. Markay yaryihiin waxaa ku bilaawdaa in nolosha, in aa ku bilaawdid buugaagta, meesha uga soo qaadi lahayd buugaag ee ma aragtay oo baraayo sida laisku dagaalo, buugaag baraayo in ilmaha maaragta nooti yihiin. Yes, buugaag education aa jiro maasha allah, iskuulladoo kale buugaagta ilmaha ay kasoo qaataan oo u dhisaayo in maaragta sii bartaan, laakiin ilmahaaga luuqad ma u baahna. Hal waxaa ku dhihi lahaa waalidiinta, english xataa haddaa isleedaha ku bartaan, usoo qaad buugaagta personal development oo dhisaayo niyadooda, dhisaayo ilmahana. Sometimes markaa u keentid waxay ku dhihi doonaan boring waaye, kan waaye, waa soo maray. Markaan buugaagtaas oo kale u keeno, hoy why you reading boring books, ay dhihi jireen buugaag ma ahan oo maaragta wax sheega. Laakiin 2 mar markay akhriyaan, 3 mar akhriyaan, waxay dareemayaan wax ku jiro subconscious-kooda gala adigoona ogeyn. Markay weynaadaan way ku dhaqmayaan, markay maalmo joogaan wax ka dareemi doonta ayagoo ku imaada oo ku dhaqmo. Tusaale kale idin siinaa, gabadheeda Qadra maalin dhexdaas waxay ka baqaysay ilmaha mindset-kan inay sheega inuu maaragta muhiim yahay. Mindset-kana waxaan ka wadaa in maskaxda wax aad gelisid aad ku adkaysid. Anagu waaweyna sameyna waa ilmahaya, uma sheegin soo fariisa ma dhihin, maasha allah alxamdulillah ma dhihin kaala imow oo ana iga baro, laakiin way dhegeysanaysa markaa akhrinaayo ama markaa dhegeysanayo kale oo waxa ku saabsan waxa negatifeka iyo waxaas. Bas ma isla raacnay, ilmaha waxaa waa ku matago basaska markay raacaan.
ama baabuur markay raacaan calooshooda gudoonto. Markaan soo degn gaarigii waxay tiraahda hooyo ma tagiya ay qabtay, laakiin hal waxaa soo xasuustay hashas wax markaan soo xasuustay ma tagi u igaba ay maskaxdeen ku adkay maxaa waayaan ku iri. Waxay tiri waxaa ku fikiray haddii aan maskaxda gashto oo negative ah in aan ma tagi doono inaan ma tagi doono, laakiin haddaan maskaxdeedu gashto inaan ma tagi doonin oo aan positive u bedelo in positivekaas uu noqona uusan ma tagi iga soo bixin. Maasha allah anigaas anaas dib u fiiri waxaa ku dhahay waw, maskaxdee haddana dib u noqoto. Waxaa ogaataa tan tusaale idinku sheegayana ma ahan inaa idinku faana, laakiin abdigaa raba inaan tusaale kuu siiyo. Tusaalahan kuu siinaa ilmaha ha yasin, ha isdhihin waxba igama baranayaan waalid haddaad tahay, adiga u baahan motivationkaas inaad dhegaysatid bugaagta ay kugu arkaan aduu akhrisanaysid, ay kugu arkaan in nolosha iftiinkeeda arkaysid, aduu u jeeday kaa dafaayan. Uma baahan inaad dhahdi soo fariiso buugaan akhri, daar cajaladda u daar halkaas u dhig, qur-aanka u daar, wax walba aad sameynaysid agtooda dhig, ayagaa bikab sameynaya, meeshaasay ka baranayaan from you. Marka waa mahadsantihiin. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.